وصباح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة الصبح بدري على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. الشبورة بدأت من الساعة 4 الصبح ومستمرة لحد الساعة 9 الصبح. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس والظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها. يعني يمكن امبارح بدأ الجو يتحسن شوية عن اليومين اللي قبله. بالفعل يمكن النهاردة كمان هيكون في مزيد من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية، هيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير في أغلب أنحاء الجمهورية، وده بدوره هيحسسنا بالاستقرار وبالدفء وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب مناطق الجمهورية فيما عدا بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ممكن كمان نلاحظها في بعض المحافظات والمحافظات الأخرى لا. فبالتالي استقرار في الأحوال الجوية، طقس مشمس ودافي تماما خلال فترة النهار في أغلب المحافظات، ونقدر نوصفه إن هو أساس بطقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية، محافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة كمان على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترة الليل أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون ملحوظ أكثر في فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، ودي الأوقات اللي احنا بنسجل فيها درجة الحرارة الصغرى اللي بتوصل ل 13 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. فبالتالي أجواء باردة إلى شديدة البرودة في معظم أنحاء الجمهورية، وخاصة في المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد، الأماكن المفتوحة، المدن الجديدة. دايما في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، الظاهرة الجوية اللي بتكون مؤثرة هي الشبورة المائية. اليوم شبورة مائية كثيفة توصل أحيانا لحد الضباب في بعض الأماكن من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، مدن القناة، السواحل الشمالية، وسط سيناء، يمكن أغلب المناطق الشمالية عليها شبورة مائية. في الطرق المؤدية من وإلى محافظات الصعيد انخفض الرؤية إلى أقل من 1000 متر، يعني وصلت لحد الضباب. عشان كده مهم جدا دلوقتي واحنا سايقين على الطرق لازم ناخد بالنا، تكون القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور ونشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. مهم كمان ناخد بالنا من نوعيه الملابس وما نخدعش بالدفء والاستقرار فتره النهار، ونغير نوعيه الملابس لان فترات الليل فيها بروده جديده، فلازم ملابس شتويه على مدار اليوم كله، شتويه ثقيله فترات الليل متاثر فترات الصباح الباكر. على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله يمكن لحد يوم الاربعاء اللي جاي فرص الامطار هتبقى موجوده فقط في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، وهتكون ما بين خفيفه المتوسطه، يعني انت متوقع غدا ان هي تزيد عن الخفيفه تصبح خفيفه المتوسطه بسبب وجود منخفض جوي مش متعمق بشكل كبير على مسطح البحر المتوسط. فبالتالي فرص الامطار هتزيد ما بين الخفيف والمتوسط، لكن ما فيش منها قلق تماما، نقدر نستمتع بليله راس السنه في اغلب المناطق الجمهوريه، وناخد بالنا بس من نوعيه الملابس وان شاء الله اجازه سنه سعيده. طيب ده هيخليني اسالك على حركه الملاحه البحريه على البحرين والرياح ونسبه الرطوبه. هو طبعا في اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير في كافه مناطق الجمهوريه وايضا على البحر المتوسط والبحر الاحمر، فده هيؤدي في ان ارتفاع الامواج هيكون معتدل بالشكل الكبير لا يتجاوز 2 متر على البحرين، فالبحر الاحمر والبحر المتوسط معتدلين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. بالنسبه لنسب الرطوبه، هي نسب الرطوبه خلال فترات الليل مرتفعه بشكل كبير، وده بيؤدي لتكون الشبوره المائيه. كمان المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا هيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فهي بتتجاوز ال 80 وال 85%، احيانا بتوصل ل 90% خلال فتره الليل في المحافظات الشماليه.
خلال فترات النهار ما بتبقاش مرتفعه بالشكل الكبير، يعني خلال فتره النهار لو احنا بنبص هنلاقي في سحب منخفضه متوسطه، فده معناه ان الرطوبه موجوده في طبقات الجو العليا. في فتره النهار ما بين ال 35 لل 40% في المناطق الشماليه، دي نسب رطوبه تعتبر منخفضه للاجواء الشتويه. طب وعلى ذكر ليله راس السنه بقى، اليوم ده او الليله دي نقدر نروح فين بالظبط الجو يكون فيها دافي شويه عن بقيه المناطق الثانيه؟ احنا طبعا عندنا المحافظات الساحليه المطله على البحر الاحمر اغلبها طقسها دافي فتره النهار ومشمس، مفيش اي فرص للامطار في المناطق دي. وطبعا المناطق الجنوبيه الاقصر واسوان طقسها دافي تماما، مفيش اي فرص لسقوط الامطار، فبالتالي اغلب المناطق الجنوبيه نقدر نستمتع بالاجواء فيها بشكل كبير. الطقس دافي فتره النهار، فترات الليل ايضا درجات الحراره مش منخفضه بالشكل الكبير، لكن المناطق اللي موجوده في شمال الصعيد او في المناطق الشماليه الصغرى فتره الليل فيها بتنخفض، لكن ايضا نقدر نستمتع بالاجواء. لكن نخلي بالنا يعني احنا وفي المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط نخلي بالنا بس من فترات الليل، لان فترات الليل بيكون فيها بروده بشكل كبير وخاصه في وقت الفجر او وقت الصباح الباكر. صحيح يا دكتور، الشتاء السنه دي هيكون يعني اكثر دفئا عن السنوات اللي فاتت؟ هو هيكون قريب الشبه للسنه اللي فاتت، يعني الشتاء هذا العام في درجات الحراره زي السنه اللي فاتت تقريبا. في درجات الحراره هنلاقي في معظم الايام درجات الحراره هتكون حول المعدلات، يعني ما فيهاش انخفاضات شديده او ملحوظه او غير مسبوقه في قيم درجات الحراره، لا حول المعدلات الشتويه اللي احنا متعودين عليها في جمهوريه مصر العربيه. لكن احنا تحديدا خلال هذا العام بيأثر علينا ظاهره النينيو، وظاهره النينيو ده نمط مناخي بيؤدي لارتفاع في متوسط درجات الحراره العالميه لسطح الكره الارضيه ككل، فده ممكن يخلي الشتاء خلال هذا العام في بعض حالات عدم الاستقرار يكون في عنف في الظواهر الجويه، تطرف مناخي بشكل كبير، معدلات امطار في بعض الاماكن ممكن تزيد او ممكن تقل في اماكن متعوده على الامطار، فبس احنا هنشوف بعض حالات عدم الاستقرار هيكون فيها عنف ظواهر جويه بشكل كبير، تطرف مناخي بسبب ان ظاهره النينيو بتؤدي لبعض التغيرات المناخيه وبتزود قوه التغيرات المناخيه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 22 والصغرى 14، العاصمه الاداريه 22 13، اسكندريه 21 13، العلمين الجديده 21 13، مطروح 21 13، ودمياط 21 14، بورسعيد 21 13، الاسماعيليه 23 12. السويس العظمى فيها 22 والصغرى 14، العريش 21 14، كاترين 15 5، طابة 23 15، حلايب 23 19، شلاتين 26 18، شرم الشيخ 25 16، الغردقة 25 15. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 12، بني سويف 22 11، الوادي الجديد 24 11، اسيوط 22 10، وسوهاج 23 11، قنا 25 12، الاقصر 25 11، واخيرا اسوان العظمى فيها 26 والصغرى 12. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه نروح لجمانه وشاذلي نكمل معاهم فقرات. شكرا لك يا لمي.